صباح الخير حماتي. عفوا، صباح الخير ست هدى. شو بدك؟ أنا رايحة لعند سارة. وقلتي له لأشرف إنك رايحة؟ اتصلت فيه وأخذت إذنه. وقال لك إيه روحي؟ بس ما أتأخر. والله هيئتوا ابني ما تعلم. اصطفلي منك لأشرف. باي حماتي. مراء! بتعرفي وين راحت سوزي؟ لا ستنا أبو. ناوليني التليفون بسرعة. ايه أمي. سلامتك حبيبي. قولي لي شو فيه؟ متفاجئة فيك وبتصرفاتك. من يومين هربت مرتك وفلت من البيت، واليوم سمحت لها تروح لعند رفيقتها سارة وكأنه ما صار شيء. شو؟ أنا سمحت لها تظهر؟ إيه، وهي هيك قالت لي، وقلت لها ما تتأخري. يا عمي هيدي بدها تجنني؟ ما عم بفهم، عم تلعب بأعصابي؟ شو بدي إياني أقتلها يعني؟ روق ابني، روق. أي ساعة ظهرت؟ من شوي ظهرت ودغري دقيت لك. ماشي، سكري. الو، بتفز على السانتر اللي صورت لي اياه مطرح ما كانت سوزي، وبتفليه تفلايه.